كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا صلوا إلى الكعبة، يؤمنون بالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، وبالجنة ثوابا للطائعين، وبالنار ثوابا للكافرين. فهؤلاء أولى وأحرى ألا يكون بينهم اقتتال، وألا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبدا إلى الله جل وعلا، وأن يعلم كل أحد منهم في أي بلد من بلاد المسلمين يعيش فيها أن قدر أهل كل بلاد قدر واحد، وأن العدو عياذا بالله أي عدو لو أتى بلدة لن يفرق بين أهلها.